أكد سمو الشيخ ناصر بن آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، أن المركز يؤدي دوراً محورياً في تطوير قدرات الشباب البحريني وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمتطلبات العصر وتطلعات مملكة البحرين المستقبلية في مجالي الصناعة والتكنولوجيا، فيما يصب في جعل مملكة البحرين نموذجاً رائداً في التعليم التقني والمهني. نعم، جاء ذلك خلال ترأس سموه لاجتماع مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، حيث شدد سموه على أن أبناء الوطن هم قصص نجاح وجنود للعمل المتميز، منوها بجهود فريق عمل المركز الذي يساهم في خلق ثقافة جديدة للتعلم التقني من خلال العمل على الشركات المحلية والدولية، والتوسع في اختصاصاته وتزويد الطلبة بالمهارات والمعارف المتخصصة التي تواكب متطلبات سوق العمل. وخلال الاجتماع قدم الدكتور عبد الله بن ناصر النعيمي المدير التنفيذي لمركز ناصر للتاهيل والتدريب المهني ايجازا حول الخطه الاستراتيجيه 2022/2025 التي تم اقرارها في الاجتماع وتضمنت توسيع انشطه المركز من خلال المبادرات والمشاريع الطموحه التي تعمل على تحويل المركز الى مدينه علميه تحتضن الخبرات والتخصصات النوعيه وتعزز من كفاءه وتنافسيه المخرجات التعليميه في سوق العمل. واستعرض المجلس منجزات مركز ناصر للتاهيل والتدريب المهني خلال العام الاكاديمي 2021-2022 التي اشتملت على طرح تخصصات جديده ابرزها تخصص الذكاء الاصطناعي والحوسبه السحابيه والتعاون مع الجهات المانحه للشهادات الدوليه بالاضافه الى تصميم البرامج التدريبيه التي تطور الكوادر الوطنيه في مختلف الشركات الصناعيه والعمل على المبادرات المختلفه التي تعزز من مكانه مملكه البحرين و وريادتها في تبني علوم المستقبل منها إنشاء مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي الذي يأتي مواكباً للتوجه العالمي نحو الاستثمار الأمثل في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير الحلول الذكية لمختلف الجهات في مملكة البحرين وقد تكللت جهود هذا المركز بحصوله على جوائز محلية ودولية احدثها جائزة قيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جيتكس جلوبال 2022 وزار سمو الشيخ ناصر بن حمد معرض يوم التوعيه بالقطاع الصناعي الذي اقيم في المبنى الاكاديمي بالمركز والذي يشارك فيه نخبه من الشركات الرائده في القطاع الصناعي والمهني في مملكه البحرين ابرزها بابكو تطوير الهيئه الوطنيه للنفط والغاز اسري شركه المنيوم البحرين البا تمكين وكلاء السيارات المختلفه وغيرها من الجهات التي ساهمت في توعيه الطلبه بالخيارات المهنيه المتاحه لهم في سوق العمل وتوجيههم في اختيار التخصصات المناسبه لوظائف المستقبل والتي تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم